وانا بشوف الاسماء الحقيقه افتكرت لحظات سعاده كبيره جدا كان فيها جمهور النادي الاهلي بسبب النجوم دول وغيرهم طبعا. وما عنديش شك الحقيقه انه الجيل ده واحد من اكثر الاجيال المميزه. انا مش هحكي لك ومش هبدا معاك القصه من اولها، ومش هفكرك ببطولتين افريقيا، ومش هفكرك ببطولتين سوبر، ومش هفكرك ببرونزيتين كاس عالم، منهم واحده حققها فريق الاهلي ده بنص قوته الضربه، يعني مش حققها فول تيم فول سكواد، حققها بنص قوته الضربه. لكن هبتدي زي ما ابتديت معاك واللي ما تابعناش من البدايه، خليني اعيد وازيد واقول مره تانية انه الفرقه دي من 28 اكتوبر او من 29 اكتوبر تاني يوم ماتش الاهلي والزمالك في السوبر، مصر كلها كانت بتتغنى بيها، الاستوديوهات التحليليه كلها كانت بتشيد بعظمه مارسيل كولر، وكانت بتشيد بفرقه النادي الاهلي اللي استعادت شكلها واستعادت رونقها واستعادت بريقها، والناس كانت بتقول انه الاهلي هياخد الاخضر واليابس. فبالتالي مش من الموضوعي، وانا معاك في نفس خانه الغضب ونفس خانه الزعل من شكل الاهلي، مش في ماتش امبارح بس، في الاربع خمس ماتشات الاخيرين. وعايزك تبقى معايا انت كمان في انه ما ينفعش في التوقيت ده ما نوقفش الفرقه دي على رجليها، ما ينفعش وانت عندك ماتشات كل يومين وثلاثه ورايح في خلال 30 يوم تلعب بطوله كاس عالم وبعدها ترجع على مشوار دور مجموعات في دوري الابطال انك انت تهد بدل ما تسند وتوقف وتقوم فرقتك. خلينا نتكلم اكتر على الاهلي في كل اللي جاي، مش بس في ماتش سيراميكا مع واحد من ولاد النادي الاهلي ونجوم النادي الاهلي كابتن اشرف ممدوح اللي غاب علينا في السادسه بقاله فتره طويله، بيرجع لنا مره ثانيه النهارده متالق دايما، نقول له مساء الخير واهلا وسهلا يا اشرف. مساء الخير يا احمد، وحشتني جدا الحقيقه، وسعيد جدا جدا بوجودي معاك، ويعني طبعا كل سنه وكل الامه الاسلاميه وكل العالم بخير وصحه وسعاده، سنه جديده ان شاء الله تكون خير على كل الناس وعلى مصر تحديدا ان شاء الله. ان شاء الله. يعني كنت في اول حلقه قلت انه الجماهير طبعا ليها حق، ليها مطلق الحق انها تبقى زعلانه وتبقى غضبانه وتبقى قلقانه وتبقى متوتره مش من النتيجه. وقلت قبل كده انه ياما خسرنا ماتشات وياما خسرنا بطولات بس كانت الجماهير بتبقى راضيه وتزعل على فقدان اللقب لكن ما تزعلش من الفرقه. صحيح. تزعل انه خسرت ماتش او خسرت بطوله بس تحس انه اللعيبه في الملعب عملت اللي عليها وزياده ومش مطالب، ما كانش في امكانياتهم او في مقدورهم يعملوا حاجه افضل من كده، فكان الموضوع ما لكن حاله القلق مع الممزوجه بالغضب دي يمكن تكون بتلخص مش بس ماتش سموحه لكن بتلخص مرحله ما بعد التوقف. احنا كنا قبل التوقف ماشيين كويس جدا والعلامه كامله تقريبا. صحيح. في كل البطولات وحققين لقب في بدايه الموسم مهم جدا على حساب الزمالك، لقب السوبر. كانت الناس راضيه ومبسوطه وحاسه انه الفريق رجع تاني لفرونزيت كاس العالم. وقبلها مش انا بتكلم على مرحله كولر بعد يعني مع بدايه الموسم، راجل كسب في افريقيا بره وجوه، كسب كاس سوبر، مشي في الدوري كويس وما زال بالمناسبه يعني الاهلي تعادل امبارح على النتائج على حسب النتائج. بكلمك على لما تيجي تبص على جدول الترتيب انت ما زلت في صداره الجدول. بس في حاله قلق انه الماتشات ما بعد العوده من التوقف يا اشرف الاهلي كانه في هزه، الاهلي كان في حاجه غلط. المرحله دي اجمالا شفتها ازاي مش بس ماتش سموحه؟ وايه الاسباب التباين في المستوى ما قبل عما بعد؟ يعني طيب خلينا نتكلم انه ده حال جمهور النادي الاهلي دايما، يعني احنا متفقين لو انت انه دايما جمهور النادي الاهلي لا يرضى ابدا الا بالصداره في كل البطولات. تمام. ولا يرضى ابدا الا بالاداء الجيد المرضي لجماهير النادي الاهلي، يعني خلينا متفقين على ده. تمام. وللاسف حال كره القدم الفترات الاخيره مع السوشيال ميديا اللي اصبحت يعني رهيبه جدا جدا بتسبب ضغوط كتيره جدا جدا على كل المنظومه مش بس على الجهاز الفني ولاعيبه النادي الاهلي ومجلس ادارته، ولكن اصبحت بسبب ضغوط كبيره جدا جدا بتؤثر بشكل كبير جدا على اداء اللاعبين داخل الملعب. خلينا نتفق على ده تماما لاني شايف انه النادي الاهلي، وهاخد من كلامك واقول انه النادي الاهلي من بدايه الموسم اتفقنا انه البدايه سليمه، في وقت راحه ومدير فني جديد ابتدى يشوف مين اللي هيرحل ومين اللي هيستمر معاه، ابتدى يشوف الصفقات، يعني كانت بداية جيدة واستمر بشكل جيد ببطولة السوبر، ابتدى في أربع خمس مباريات من بداية الموسم بشكل رائع جدا أداء ونتيجة حتى في دوري أبطال أفريقيا في دور المجموعات، وبالتالي البداية كانت مميزة جدا ورائعة جدا، وما زال حتى هذه اللحظة النتائج بشكل يعني أنت تسع مباريات
فوز في 7، تعادل في مباريتين. عايز اقول بس انه كره القدم ما فيهاش فوز طول الوقت، ما فيش حد بيكسب او بيفوز كل المباريات، لانك مش بتلعب في. خليني اطرح عليك الاسئله اللي كنت بسالها للناس وعايز الناس يعني تجاوب على الاسئله دي، يعني كل واحد بينه وبين نفسه يجاوب على الاسئله دي. هل لو كان الاهلي كسب امبارح بنفس الاداء ده كان هيبقى نفس رد أعتقد الفعل؟ اعتقد ما كانش هيبقى نفس رد الفعل، كان هيبقى اقل شويه. ولكن البعض من جماهير النادي الاهلي واللي شويه يعني متابع بشكل جيد فريق كره القدم في النادي الاهلي عارف انه الاداء المنحنى، خلينا نتفق برضو وما نبقاش بنخرج عن المنطق او الطبيعي، الاداء شويه ابتدى يقل او يعني اقل شويه من بدايه الموسم، وبالتالي اقل كتير. اقل طيب يعني امبارح ماتش امبارح مثلا اقل كتير، اقل ماتش فاركو لا، حتى رغم المكسب يعني انت كسبت الماتش ده، لكن اقل كتير. ماتش فيوتشر لا مش الاهلي خالص يعني، فاهم؟ في ماتشات مش احنا مش 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 كورتنا ومش مش الاداء اللي ابتدى بيه مستر كولر مع النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي. انا بتكلم على نفس الفرقه دي، مش السيزون اللي فات ولا السيزون اللي قبله، انا بتكلم على نفس الفرقه دي نفس السيزون ده من 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 ايام، من قبلها بايام كان الاداء في حاله فوقان منتشي جدا يعني، وفوقان جدا في صحيح، في حاله رضا عام من كل الجماهير انه الجهاز الفني ماشي كويس صحيح والفرقه ماشيه كويس واحنا مبسوطين ومطمنين. حصل التوقف رجعنا نلعب، لا في حاجه غلط، ده اللي خلينا انطباع نقول صحيح. اغلب الناس متفقه على الكلام لما ده. لما تبقى ماشي بشكل جيد سواء على مستوى الاداء او مستوى النتائج وبيحصل توقف، اعتقد بيحصل شويه يعني نتائج سلبيه، مش مش على مستوى النتائج، على مستوى الاداء، لانه بتفقد شويه الحماسه، بتفقد شويه الاداء البدني والذهني، خاصه الذهني داخل الملعب، وده شويه بيفقدك نسبه كبيره جدا جدا من ادائك اللي كنت بتاديه قبل التوقف. انا شايف ان ده على فكره على كل الفرق مش بس النادي الاهلي، يعني انت لو شفت كل الفرق سواء زمالك او بيراميدز او سموحه او المصري او الاسماعيلي، كل الفرق ادائهم قبل صحيح قبل التوقف كان افضل من دلوقتي، وبالتالي هتاخد وقت شويه لغايه ما تعود مره تانية لادائك الطبيعي، خاصه التركيز داخل الملعب والاداء الذهني داخل الملعب للاعبين بياخد فتره شويه عشان يقدر يرجع مره تانية. طيب انت محتاج ايه الفتره الجايه يعني عشان تقدر تفوق وترجع مره تانية؟ بس قبل ما تروح الحته دي اتفضل، يعني انا هاخد الروشته منك اتفضل وهتحدد لي الادوار، لانه الجمهور ليه دور طبعا، اللعيبه اكيد اكيد ليها دور، الاداره والتدعيمات طبعا ليها دور، الجهاز الفني بالتاكيد برضو ليه دور، فبالتالي كل واحد مطلوب منه يقوم بالدور بتاعه، لان احنا كلنا ورا في ظهر النادي الاهلي، يعني كلنا عايزين النادي الاهلي يعدي. عايز اقول ده للجمهور يا احمد، لانه الناس في ناس بتنتقد انه القناه هنا بتدعم سواء انت ماشي صح او غلط يعني، وده مش سليم مش صحيح. انت هنا بتقول الصحيح واللي صح واللي في مصلحه النادي الاهلي بغض النظر عن اي شيء، وبالتالي انت النهارده بتقول في دور لمجلس اداره وفي دور للجهاز الفني وفي دور للاعبين وفي دور للجمهور وفي بالفعل في اخطاء بتحصل وبالتالي لازم نحط عليها سبوت عشان نقدر نصحح ونمشي بطريق سليم صحيح. هو ده دورنا ودور القناه ودور الناس اللي بتحب وتعشق الكيان. انا هنا بقوم يعني بدوري، يعني انا هنا لازم، ما هو الاعلام برضه ليه دور، وخصوصا في مواجهه اعلام الفضاء طبعًا الخارجي طبعًا اللي جايه من منصات سوشيال ميديا صحيح. احنا مش عارفين مين بيحركها ومين بيمولها، والناس اللي في استوديوهات التحليليه اللي من شهرين بس كانوا بيتغنوا بفرقه النادي الاهلي صحيح. وبيتغنوا بمارسيل كولر وبيتغنوا بنجوم النادي الاهلي كريم فؤاد وبرونو سافيو وعبد المنعم ومتولي وشنيع، مش دول كانوا محل اشاده صحيح. والناس طالعه بيهم سابع سما، النهارده الفرقه كلها مره واحده كده بقت محل هجوم شنيع حقيقه على كل المنصات. انا كاهلاوي ممكن ابقى زعلان من نجوم فرقتي، لكن في النهايه انا بحب النادي الاهلي، انا ما بحبش اشخاص، ما بحبش اسماء، بحب طبعا النجوم دي، لكن النادي الاهلي اسم النادي الاهلي بالنسبه لي في حته تانية. فهدفي انه الاهلي يرجع في مكانته الطبيعيه، وده ممكن يحصل ازاي هو ده اللي انا بتكلم فيه مع عشر. بس انا يهمني التقييم الموضوعي، يعني النهارده انا بقول في 28/11 بعد ماتش السوبر الناس كلها كانت بتقول انه الفرقه تمام واحنا مش محتاجين حاجه، النهارده بتقول لك لا الفرقه كلها مش تمام وكلها غلط واحنا ماشيين غلط في غلط والاداره غلط والجهاز الفني غلط واللعيبه كلها غلط. طب يعني هنعمل ايه؟ يعني نبطل نلعب بقى وما نروحش نشارك في كاس العالم ولا ما نلعبش ده؟ يعني هنعمل ايه؟ احنا لازم نشوف ايه اللي مطلوب يتعمل، الخطوات اللي جايه، التباين ده يوم فوق في اعلى سماء ويوم تحت في 7 ارض ازاي؟ بالنسبه للاراء الناس، اراء الجمهور واراء المحللين جاي. شوف ما ينفعش ابدا انك تكون
منجرف بهذا الشكل. يعني ما ينفعش تكون بتدعم او بلاش تدعم، خليني حد محايد او في تبالغ محايد يعني محايد. مبالغه، فكره مبالغه مش بهذا الشكل في هذا في ارائك التحليليه. يعني حتى كره قدم ببساطه شديده جدا في تباين في الاداء خلال الموسم، وبالتالي لما يكون عندنا في سبب وسبب منطقي جدا انه جميع فرق الدوري بعد التوقف بالفعل هتاخد وقت شويه عشان ترجع مره ثانيه. طيب. احنا متفقين هنا ان في تراجع في مستوى بعض اللاعبين في النادي الاهلي ادى لهذا المستوى، حتى مستر كولر على يعني بناء على تصريحاته انه شايف انه يعني مش طبيعي التباين في هذا الاداء، او انه التوقف ده ادى فعلا الى انه بعض اللاعبين تراجع او مستواها تراجع في الفتره اللي فاتت. محتاجين انه نقف في ادوار طبعا لازم نتكلم فيها، ولكن انه ما ينفعش بالفعل المبالغه بهذا الشكل في انك بتتكلم بشكل جيد جدا على فريق ادى مبارياته الاولى باداء رائع جدا جدا، ذهني وبدني وفني، على مستوى النتائج، على مستوى الاداء، على مستوى اللاعبين وعودتهم مره ثانيه. انت بتتكلم في بعض اللاعبين كانوا بعيد جدا يا احمد، مستر كولر قدر يرجعهم مره ثانيه زي كريم فؤاد، وبعض اللاعبين اللي كان مستواهم بعيد وابتدى يرجع مره ثانيه. في لعيبه بدات الموسم بفورمه عاليه جدا، يعني حمدي فتحي، اليو ديانج، كريم فؤاد، متولي طبعا، عبد المنعم، وكانوا بعيد أكرم يعني توفيق. انا بتكلم على اسماء ما كانتش ليها دور، يعني طبعا هم كلهم لعيبه كبار، بس انا اقصد اقول اللعيبه دي ما كانتش ليها مشاركه اساسيه او ليها دور كبير قوي السنه اللي فاتت. متولي تقريبا كان غايب على المشهد طول السيزون، ظهر في اخر ماتشات، كريم فؤاد مره لو فاكر اتكلمنا عن متولي وقلنا انه يعني هل هيقدر يعود بالفعل، قدر يرجع مره ثانيه مع وتلقى اشاده من الجميع الحقيقه، وانضم لمنتخب مصر اكرم توفيق وكريم فؤاد، يعني كريم فؤاد بشكل كبير جدا رجع، وتغيير مركزه بهذا الشكل وتوظيفه بهذا الشكل. طيب خليني مع اللعيبه الاول، انا حابب ابدا باللعيب. واحد، سؤال رقم واحد، هل فكره الميركاتو الشتوي والتسريبات والاخبار المغلوطه والاشاعات، يعني ما اعرفش ممكن تندرج تحت مصطلح ايه، بس فكره ده غضبان وعايز يمشي، ده جاي له عرض، ده وكيله جاب عرض، ده الاهلي مش هيمشيه ويعمل صفقه تبادليه، هل فكره الاخبار اللي بيتم تداولها الفتره الاخيره دي على انتقالات رحيل لاعبين من النادي الاهلي او لاعبين الاهلي محتاجهم ليها جزء او تتحمل جزء من مسؤوليه تراجع مستوى التركيز عند اللعيبه او عطائهم او مجهودهم في الملعب؟ عامه بتؤثر بشكل كبير على اللاعبين، ولكن الكلام اللي انا بقوله انا واثق منه انه كابتن سيد عبد الحفيظ بيقفل تماما على اي اخبار ممكن تتسرب او تخرج من النادي الاهلي، وبيقعد مع اللاعبين وجلسات كتيره جدا جدا من كابتن سيد عبد الحفيظ عشان يمنع هذه او يمنع التشتيت اللي بيحصل نتيجه الاخبار المغلوطه دي. وبالتالي عايز اقول لك انه الاشاعات اللي موجوده دي هدفها ايه؟ هدفها انه في هذا التوقيت النادي الاهلي ماشي بشكل جيد في الدوري، ما يعني انا بكلمك في 9 مباريات، مباراتين تعادل، فوز في 7 لقاءات، نتكلم في 5-6 لقاءات من ال9 لقاءات دول اداء ولا اروع. في دروب حصل، في سوء او تراجع في الاداء، صحيح ومتفقين على ده، ولكن ده ما يدينيش مبرر انه يبقى فيه هجوم بهذا الشكل على فريق النادي الاهلي، وهجوم على مستر كولر، وهجوم على اللاعبين. انا اول مره يعني عمري ما تخيلت ان ممكن يبقى فيه هجوم بهذا الكم على لاعب زي محمد هاني نتيجه اداء مباراه، يعني ممكن نقول يعني 50% مثلا ما اداش بشكل سيء جدا، ولكن بنسبه 50% ما بيحصلش ده في النادي الاهلي بهذا الشكل. ولكن عايز اقول انه في منصات اخرى بتساهم في انه الغضب الجماهيري ده يبقى يتزايد ويتواجد في النادي الاهلي. عايز اقول ان الفتره دي هي اهم فتره احمد من جمهور النادي الاهلي، لازم يتواجد فيها في مدرجات، ولازم يتواجد فيها مع داعم لجمهور للاعبين النادي الاهلي. السوشيال ميديا احمد خليني مش بس المدرج، السوشيال ميديا مهمه جدا جدا، واللاعبين النهارده الموبايل اصبح يعني مش اللاعبين بس كلنا، يعني مين النهارده ما بيقدرش يمسك موبايل او ما بيمسكش موبايل ويشوف الاخبار ويشوف كل حاجه. وبالتالي لا، لازم الجمهور يدعم بشكل كبير جدا جدا. متفقين ان في لازم يكون في تدعيم الفتره الجايه، وانا وانت قبل بدايه طب الموسم انت هتاخدني للاداره. طيب. انا استنى الاداره شويه، انا لسه مع اللعيبه شويه، لانه بالتاكيد اللعيبه واصل لها
حاله الغضب ده، الغضب وحاله صحيح. التوتر اللي عند الجماهير وحاله القلق كمان، الناس مش مرتبطه بس انت متصدر، خلي بالك انت كل ده وانت متصدر انا بفرق عارف. نقطتين انا عارف، ما بالك ما بالك بقى لو يعني كان، لو كان المباراه دي مثلا خسرت فيها مثلا الصداره مثلا يعني والمنافس تقليدي كسب مثلا، بالظبط فكان كده. هتبقى يعني ايه اللي كان هيحصل بقى؟ هيحصل ايه؟ فخليني بسمع اللعيبه، ايه المطلوب من اللعيبه التركيز. انا عايز اقول الفتره انه اللي جايه؟ عايز ادي لك مثال بمنتخب، مش هقول منتخب الارجنتين عشان هو فاز بكاس العالم، لكن هقول انه قد ايه الدور، الدور اللي ممكن يقوم بيه اللاعبين الكبار في الفرقه، وقد ايه ممكن اللاعبين يقوموا بدور مع بعض لصالح فرقتهم ولصالح ناديهم. لو بنتكلم عن منتخب الارجنتين مثلا في هذه البطوله، قد ايه التكاتف اللي كان موجود والهدف التارجت اللي كان موجود، وقد ايه دعموا بعض في هذه البطوله عشان يقدروا يوصلوا. انا مش عايز اقول لك ان منتخب الارجنتين مش الافضل من وجهه لا نظري، لا خالص، لا مش لا الافضل لا خالص في خالص. كاس العالم، أي. ولكن هناك اسباب كتيره جدا جدا تخليهم يحصلوا على هذه البطوله، وانت راضي وانت أي. كمشجع بتقول لا منتخب الارجنتين عمل اللي يستحق. عليه، يستحق عمل ليه؟ عليه وزياده كمان. لانه مش كره بس، أي. في روح وفي روح وفي اصرار وفي اصرار تركيز وفي على هدف. تكاتف وفي أي. تركيز على هدف. وفي هو تيم ده وورك. في تيم وورك، هو ده هو ده. عشان كده بنقول ان النادي الاهلي لو فاكر ان انت اتكلمنا لما حصلنا على بطولتين من الثلاثه اللي فاتوا لافريقيا بهذا الجيل، ايوه قلنا ان هي دي روح الفانيلا الحمراء وروح صحيح. لعيبه النادي الاهلي والتيم وورك اللي موجود. محتاجين نرجع لده تاني، محتاجين لعيبه تركز بشكل كبير، محتاجين نتكاتف مره تانية عشان نقدر يعني نرجع لمستوانا مره تانية وان شاء الله نتخطى هذه المرحله. بالتاكيد الكباتن الكبار ليهم دور في طبعا ده. مفيش خلاف، يعني مفيش فكره خلاف. انك تلم الفرقه وتوحد الهدف وتخلي كل مركز وتخلي كل بيطلع افضل ما عنده، فكره انك انت في الماتش بتاع بكره بتقول للعيبه احنا بكره جايين لصالح جمهور النادي الاهلي ونطمنه انه الفرقه راجعه على الطريق وقادره تروح بطوله كاس العالم وتشرفكم وقادره تروح بطوله افريقيا وتنافس على اللقب خاصة بمنتهى ان انت القوه. عندك الخامات، عندك الامكانيات، يعني ما بتتكلمش على فريق مثلا 50% امكانيات فنية وبدنية وذهنية، لا أي. بتتكلم على فرقة هي بطلة افريقيا، فرقة بتنافس على كل البطولات، وبالتالي انت عندك الامكانيات البشرية تقدر والفنية تعمل ده. والذهنية فتقدر تعمل ده. انت محتاج بس إعادة التركيز، إعادة التكاتف، الروح الكبيرة جدا جدا اللي كانت موجودة هنا في أوضة الفترات اللبس اللي فاتت. تبان يا طبعا أوضة أشرف. اللبس لا خلاف عليها، وأنا دايما بقول الكلام ده أحمد، إن أوضة اللبس عليها عامل لا يقل عن 80 90% من أدائك داخل الملعب والنتائج اللي بتحققها أي فرقة كرة في العالم. صحيح. عايز أجي لك، أنا هاجي طبعا مستر كولر لأنه مطلوب من مستر كولر شغل كتير جدا صحيح. الفترة اللي جاية، لأنه خد بالك وأنت بتتفرج على الفرقة أنت بتقرأ أو بتقيم أو بتشوف، بتحاول يعني على حسب امكانياتك تقرا شغل المدير الفني او بصمه المدير الفني في التحركات، في جمل، في باصات، في استلام، في تسلم، كل ده مسؤول عنه المدير الفني في المقام الاول والاخير. لكن قبل مستر كولر انا حابب اقف مع دور الاداره، وجماهير النادي الاهلي النهارده مركزه قوي 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 يا اشرف مع الميركاتو الشتوي، صحيح. مع سوق الانتقالات، ومستنيه تشوف الاسماء مش الصفقات. يعني هي مش فكره الصفقات خالص، هي مستنيه تشوف الاسماء اللي تعمل اضافه. اللعيب اللي ممكن يكون لوحده يشيل فرقه. صحيح. اللعيب اللي ممكن يخلص مباراه. ف يعني شكل الميركاتو كما يتمناه اشرف ممدوح عامل ازاي؟ اسمح لي ومفيش حد يزعل مني، يعني مش انا بتكلم هنا للصالح العام، ايوه لصالح النادي الاهلي، لصالح كيان النادي الاهلي. عندنا في مشكله كبيره جدا جدا في التعاقدات، يعني انا عايز اقول انه واعتقد ان اتكلمت انا وانت قبل كده انه انه التعاقد مع لاعب مش بس النهارده انا شفته في مباراه او اتنين او تلاته او هو كان هداف البطوله مثلا السنه اللي فاتت فاتعاقد معاه، ممكن الهداف ده ما يكونش مناسب لطريقه لعبي، ممكن ما يكونش طريقه لعبه بتفيدني، وبالتالي لابد من متابعه اللجنه الفنيه اللي موجوده، لازم تكون بتتابع اللاعبين اللي هيتم التعاقد معاهم في يناير او في نهايه الموسم موسم كامل، عشان اقدر اقف على مستوى اللاعبين دول فنيا وبدنيا وذهنيا وسلوكيا. كل هذه الحاجات، كل هذه الصفات والسمات لازم تتوافر في اللاعب قبل ما يتم التعاقد معاه، خاصه انك بتتكلم في النادي الاهلي بطل افريقيا، النادي اللي بيشارك في خمس ست بطولات خلال موسم واحد.
قارية وعالمية، سواء في مستوى كأس العالم للأندية أو بطولة أفريقيا، وبالتالي ده طموح لأي، على فكرة يعني مشاركات الأهلي دي وإنجازات طموح الأهلي دي أكبر طموح لأي الأندية لعيب في طبعا الدنيا طبعا، إنه يلبس وأكبر تيشيرت الأندية النادي كمان الأهلي. مش بس اللاعبين، وبالتالي لا ومش في مصر بس، أنا مش بتكلم على مستوى مصر، أنا بتكلم تأكيد على مستوى أفريقيا، ومفيش مانع كمان نروح على مستوى أمريكا الجنوبية. طبعا يعني برونو سافيو جاي وهو بيحلم إنه يلعب كأس صحيح عالم مع نادي صحيح. الأهلي. وبالتالي لا في في مش عايز أقول تقصير أو تكاسل، ولكن تغيير المنهج، تغيير الأسلوب طب في خليني اتكلم التعاقد. على شكل الدعم، طيب يعني خليني اتكلم، انت شايف ايه نوع الدعم اللي بيحتاجه النادي الاهلي؟ وفي النهايه انت المحترفين اجانب بتتحرك في اسم اتنين بالكتير قوي تلاته لو جبت اتنين تحت السن، لكن الاهم على المستوى المحلي لو انت بتفكر مثلا تدعم بلاعبين في مختلف انا الخطوط شايف ان والمراكز، انا شايف عندنا لعيبه اساسا انا شايف في الدوري مصر، المصري انا افرز. شايف ان المستويات كلها اصبحت متقاربه بشكل كبير جدا جدا، والافضل يعني انا شايف انه الفتره اللي جايه في طريقين، هو طريقين يعني انا شايف من وجهه نظري انه دول الافضل لنادي الاهلي الفتره الجايه. اولا الاهتمام بشكل كبير جدا جدا بقطاع الناشئين في النادي الاهلي، لانه واعتقد احنا هنتكلم في لا ده، بس يعني هنتكلم في ده انت خدتني لحلول طويله المدى، ماشي، انا يعني انت بكلمك، هتتكلم في الفتره دي. انا بتكلم طب في حلول خلينا قصيره المدى. طويله الاجل او الامد دي، لابد من التعامل مع قطاع الناشئين الفترات اللي طب جايه بشكل خليني جيد عشان اعرض لك، نقدر. انت بتتكلم على ناشئين طبعا وبتتكلم على خاصه في انك ظل انت الظروف معاك، الحاليه اللي موجوده انا في مصر بالعكس وفي العالم بالعكس يعني. مش هاجلس خالص، مش هاجلس. يعني واحده من الحلقات هنا قدمنا الاصغر اللاعبين اللي شاركوا في بطوله كاس العالم الاخيره، في لعيبه شاركت في منتخبات كبيره قوي زي اسبانيا وزي المانيا، طبعا 16 سنه 16 سنة و17 سنه، يعني حاجة يعني يعني اللي احنا بنقول عليهم هنا طبعا ناشئين مش ناشئين. شباب حتى، ناشئين. فبتتكلم على مستوى دولي وبتتكلم على مستوى كاس عالم وبتتكلم على مستوى منتخبات زي أكبر المانيا المستويات وأعلى واسبانيا. المستويات. خليني بس هروح لفاصل أوكي وهنشوف كده مجموعه من الارقام اللي رصدت مشاركه اللاعبين الشباب في الدوريات الخمسه الكبرى في بطوله افريقيا ما دون ال 21، ونشوف ترتيب دي نقط مصر. مهمة يعني، يا ريت الناس تحط ونشوف سبوت عليها عشان نعرف احنا ماشيين ازاي ونشوف يعني ترتيب نصلح مصر ازاي. فيها بين دوريات تونس والجزائر والمغرب وجنوب على افريقيا، المستوى العربي هنشوفها والافريقي يعني. بس بعد الفاصل. الارقام والاحصائيه اللي حضراتكم شفتوها دي حسب مرصد كره القدم بترصد معدل مشاركه اللاعبين اللي هم تحت 21 سنه في اكبر خمس دوريات على مستوى قاره افريقيا، الدوري المصري واحد منهم مع الدوري الجزائري، الدوري التونسي، الدوري المغربي، والدوري الجنوب افريقي، ودي الدوريات اللي ابطالها مسيطرين على نسخه دوري ابطال افريقيا تقريبا في العشر سنين الاخيره. التونس في الصداره 8.3%، بعد كده الدوري الجزائري 5%، الدوري المغربي 4.3%، الدوري الجنوب افريقي 3.2%، واخرهم في الترتيب الدوري المصري 2.5%. اقل نسبه. اقل نسبه، ومش بس هي فكره اقل نسبه، فكره انك انت برضو، ودي نقطة في غاية الاعتبار، النهاردة كجمهور سيبك من الإدارة وسيبك من لجان التعاقدات إلى آخره ووكلاء اللاعبين، أنا كجمهور لما أجي أبص كجمهور أهلي لما أجي أبص على الدوري المصري وأقول أنا عايز صفقات من الدوري المحلي، أنا بصراحة هحتار. سيبك من المحترفين الأجانب حتى لو بيلعبوا في أندية تانية في الدوري المصري، لأن في أندية نجحت في إنها تجيب صفقات حقيقة محترمة جدا ولاعيبة على مستوى كفاءة عالي جدا جدا جدا، لكن بتكلم على اللاعب المصري، فكرة إنك تطلع الدوري ده يبقى يعني انا اسف على اللفظ، يعني في تفريخ للاعبين، في كوادر جديده واسماء شابه بتطلع كل سنه تحدث الفارق. احنا كنا بنتكلم قبل الفاصل المانيا بتلعب لعيبه، اتفرج على جمال موسيالا، اتفرج على جاكوبو موسيالا في المانيا، جاكوبو في هولندا، بيدري وجابي في اسبانيا. طبعا فانت بتتكلم على لعيبه صغيره في السن جدا، فين بدايه عندنا؟ العشرينات امتى يعني، عندنا نتكلم هنا؟ في بدايه العشرينات. امتى يعني؟ من ايام احمد فتحي مش فاكر حد تاني طلع كان فلته كده في ولسه يعني مش عايز اقول، مش عايز اكون متشائم، ولكن الأسوأ قادم. يعني انت متخيل انه قطاعات الناشئين في مصر ابتدت تعتمد اكتر على اللي معاه فلوس يعني، واكيد انت تعلم هذه المعلومه او عارف هي هذه الكرة المعلومه، في مصر عموما اللي معاه فلوس هيبقى بيلعب كوره يعني. انت متخيل لانها بقت رياضه ممارستها مكلفه وبالتالي لا مش كده كمان، انت النهارده الانديه في مصر، معظم الانديه في مصر بقت بتعتمد على القطاع الاستثماري. يعني الانديه زي هسمي يعني لانها خلاص بقت وقع وبقوا موجودين، والاتحاد المصري
شايل ايده من الموضوع، وبالتالي انت بتقتل كل المواهب اللي موجوده في مصر بانك بتعمل حاجه اسمها قطاع الاستثماري، بتبيع الفرق دي. اللي عايز يلعب بيدفع يعني 2003 2004 اللي هي الاكاديميات الخاصه. لا مش الاكاديميات، مش دي فرق، بس الاكاديميات دي فرق بتلعب بطولات. ايوه. خمس ست لاعبين موجودين كاساسيين، والباقي بيدفع من 25 ل 30 و40 الف جنيه عشان يبقى موجود باسم نادي المقاولين في هذه الفرقه، او باسم نادي الانتاج، او باسم نادي ام بي، او بنادي. متخيل على مدار خمس ست سنين هتقتل كام موهبه في كل هذه الاجيال اللي جايه؟ انت مش هتبقى موجود عندك قطاعات للناشئين تماما. على الرغم من يعني لو بنفكر بفكر استثماري بحت، يعني على الرغم انه لو انت اشتغلت على المواهب الحقيقيه تستثمر. اللي ممكن تبقى اضافه، اللي بتاخده من 10 15 لاعب من بالطريقه اللي انت بتاخد بتتكلم عليها اشرف، تقدر تاخدهم من لعيب واحد كارثة. يكون موهبه احمد وتقدر. كارثه اللي صلاح بيحصل. النهارده لغايه النهارده او لغايه وقت قريب كان بيكسب منه نادي المقاولين، صح ولا غلط؟ صلاح والنني. والنني نفس الحكايه. هرجع للاهلي مره ثانيه. تمام. مارسيل كولر اعتقد تحمل جزء كبير من مسؤوليه تراجع الاداء، لانه في النهايه هو المدير الفني وهو صاحب القرار وهو صحيح. المسؤول الاول والاخير عن الفريق بتاع كره القدم. صحيح. ايه المطلوب من مارسيل كولر وهو بيحاول يرجع مره ثانيه او يرجع الاهلي للشكل اللي ظهر بيه قبل التوقف، ويستعد في نفس الوقت للبطولتين الاصعب السيزون ده، او بطولتين من الثلاثه الاصعب؟ يمكن السوبر ليج جايه متاخر شويه، عندنا وقت نفكر فيها ونحضر لها براحتنا، لكن انت داخل على تشامبيونز ليج وداخل على كاس عالم، وبالتالي ما عندكش وقت. طب خليني ارجع لفكره الوقت، هو التيم ورك. منتهى الرفاهيه دلوقتي التيم ورك، انه الجميع كل واحد ليه دور، وبالتالي احنا مش هنرمي الكره في ملعب مستر كولر بس، او اللاعبين بس، او الجمهور بس، او الاداره بس، لا كل المنظومه. احنا بنتكلم في تيم ورك، فبالتالي الكل ليه، او الكل عنده مسؤوليه عن اعاده النادي الاهلي مره ثانيه لمستوياته الطبيعيه وادائه الطبيعي والنتائج الطبيعيه. يعني اتكلمنا على دور اللاعبين، اتكلمنا على دور الجمهور، اتكلم على مستر كولر. نرجع نرجع اليوم الكامل مره ثاني مثلا، او اقول مثلا وارد يعني من ضمن الحاجات اللي كانت فيها تركيز بشكل كبير جدا جدا عند اللاعبين. اسماء شايف انها محتاجه تاخد فرصه ومحتاجه تشوفها في الملعب، واسماء محتاجه يعني مستر كولر اشتغل الفتره اللي فاتت، خلي بالك، بشكل كلنا كنا بنطالب بيه، وهو الروتيشن. انه الجميع يشارك، يعني وده طبيعي في فريق زي النادي الاهلي بيلعب في اربع خمس بطولات خلال الموسم، وبالتالي اشتغل بشكل سليم. ولكن في بعض الاسماء بعيده عن مستوياتها بشكل كبير، وبالتالي ما ساعدتهوش بشكل كبير. او ما ساعدتش نفسها انها تبقى موجوده. وعايز اقول انه خلاص، يعني وقت جه وقت انه يبقى في تعاقدات مهمه الفتره اللي جايه، ويكون على غير طيب او على مش على قدر المسؤوليه، نروح للاداره يرحل للإدارة. يعني طب الاداره مهم جدا جدا الفتره اللي جايه يكون في تعاقدات. انا عارف ان وقتك خلاص. انا عايز اتكلم في التعاقدات بالذات. تعاقدات مهمه جدا جدا. انت محتاج، وقلنا ده وانا وانت قلناه من فتره طويله جدا، بقى لنا موسمين بنقول النادي الاهلي محتاج سوبر مهاجم، سوبر مهاجم مختلف عن طريقه اداء اللاعبين الموجودين عندنا في مصر. احنا ما عندناش مهاجم قوي، حتى المهاجمين اللي جم النادي الاهلي في الفترات الاخيره الافارقه ما كانوش على قدر المسؤوليه، ما كانوش بالمستوى الجيد. انت محتاج مهاجم فايتر، لانك بتلعب في بطولات مختلفه، انت بتلعب في الدوري المحلي، بتلعب في بطوله افريقيا، بتلعب في كاس العالم للانديه، وبالتالي انت محتاج مهاجم قوي جدا 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 يكون معاه. قلنا محمد شريف مستواه جيد، شادي حسين مستواهم جيد، مستواه جيد، وما بنقولش ان هم يعني لا يصلحوا للعب النادي الاهلي، ولكن لازم يكون في مهاجم فايتر، مهاجم بمواصفات قوية جدا جدا، جسمانية وبدنية وذهنية وفنية، انه يقدر يعمل فينيشنج على الجول. لا، مهم جدا جدا التعاقد مع مهاجم سوبر الفترة اللي جاية. في اسماء كتيرة موجودة ومطروحة، مش هنقولها، ولكن نتمنى ان شاء الله ان يكون في واحد من الاسماء اللي مطروحة امام النادي الاهلي. محتاج جناحين مع الاجنحة اللي موجودة. يعني كهرباء اعتقد انه مشكلته لسه يعني خلاص، يعني بشكل كبير، وحتى يعني اعتقد ان كهرباء كمان كان هيبقى بعيد شوية عن مستواه، بالتالي انت محتاج تدعيم في هذه الجناح اليمين والجناح الشمال. محتاج تدعيم في الناحية اليمين، في الباك اليمين والباك الشمال، لان علي معلول ملوش بديل. اكرم توفيق، محمد هاني بعيد شويه، ولكن نتمنى ان شاء الله انه يقدر يستعيد مستواه، ولكن ما عندكش في الحته دي حد. هتضطر ممكن تلعب بكريم فؤاد، يعني هيبقى عندك مشكله في الحته اللي قدام، لانه مستر كولر بيعتمد عليه بشكل كبير جدا نتيجه سرعاته والفينشنج على الجول. طيب. وبالتالي يعني في التدعيمات محتاجه بالفعل. خليني الاول تركيز بشكل كبير، اقسم الموضوع لجزئيتين.
الجزئيه الاولى والناحيه الجزء الاول مرتبط بالمحترفين الاجانب، وعلى حد علمي يعني حسب المعلومات اللي قدرت احصل عليها انه الاهلي وكل الكلام اللي اتقال على الهري والهبد بتاع السوشيال ميديا ده يحطه على جنب كده. الاهلي بيفكر طبعا، انت بتتكلم في اسمين او ثلاث اسماء، لو وفق الاهلي انه يجيب اثنين لعيبه تحت سن هيكونوا على اعلى مستوى. الدايلما في قصه انت بتتكلم النهارده في تقريبا كل خطوط انت شايف ان محتاجه دعم، صحيح. مع علي معلول مع غياب اكرم طبعا واصابته يرجع بالسلامه ان شاء الله، محتاج دعم خط النص، محتاج مهاجم واجنحه، يعني وبالتالي يعني الخمس اماكن اللي اتكلمنا عنهم تحديدا انت محتاج فيهم تدعيم بشكل كبير. مهاجم، جناح يمين، يسار، جناح يمين، الاهلي محتاج صانع العاب. لا انت محتاج بس التركيز مع قفشه شويه عشان يقدر يعود لمستوى تاني. قفشه من افضل اللاعبين الموجودين في مصر، لكن مش محتاج حد دعم. مع قفشه انت تعاقدت مع برونو سافيو، فممكن يعني برونو سافيو شايف انه توظيفه الافضل انه في صانع العاب، لان برونو سافيو لما بتدي له مهام كتير ما بيقدرش يؤدي بشكل جيد، وبالتالي انت محتاج بس تفرغه لحته واحده بس، وهي ممكن يكون صانع العاب كورته حلوه ورؤيته كويسه، فممكن يعني ما تسخلوش بمهام اكتر من امكانياته، وبالتالي ممكن تستفيد منه في الحته دي. انا شايف ان ده الحل الوحيد بالنسبه لبرونو سافيو. مين من اللاعبين؟ طبعا ما اعتقدش، مش متعرض يعني مش ممكن ابدا كل الاماكن دي او المراكز دي هتجيب فيها لعيبه محترفين، وبالتالي انت محتاج تلجا لكواليتي المحلي. مين من المحلي لفت نظرك قوي وتشوف انه تركيبته مش بس يعني، خد بالك ان في لعيبه مع فرقها بتبقى كويسه جدا لكن لما بتيجي نادي الاهلي الاهلي غير. مين ممكن تقدر يعني اعتقد ان هيبقى في صعوبه كبيره جدا في انك تقدر او الانديه تستغنى عن بعض اللاعبين، خاصه انه يعني كل الانديه خلاص بقى عندها طموح انها تبقى تتواجد في الدوري الممتاز، خاصه هيبقى اللي هينزل بعد كده في صعوبه كبيره، صحيح. جدا يصعد، وبالتالي هيبقى في صعوبه شويه. اعتقد انه التدوير خارج الدوري المحلي هيكون افضل بكتير. طيب نروح لماتش سيراميكا بكره، واخد منك يعني تعليق سريع عليه، واحنا بنستعرض جدول الترتيب قبل مباراه سيراميكا. خليني اقول لكم طبعا الاهلي ما زال في صداره جدول الترتيب، 7 فوز و2 تعادل و0 هزيمه، كل الزوبعه دي ومفيش مفيش اهلي غير. والافضل على مستوى الهجوم ولا الافضل على مستوى الدفاع؟ يعني انت بتتكلم 23 نقطه، الزمالك في المركز الثاني ب 21 نقطه، ثم فيوتشر في المركز الثالث 19 نقطه، وبعد كده الاتحاد السكندري 18. اعتقد الجدول ده قبل مباراه الاتحاد والاتحاد وبيراميدز، يمكن يعني لحد الجوله التاسعه طبعا. بيراميدز هيكون فوق الاتحاد. بيراميدز خد 3 بونت النهارده لانه كسب الاتحاد نتيجه كبيره، يعني هيبقى الثالث، هيرجع ثالث، هيبقى يطلع ثالث، ثم بعد كده بقيه جدول الترتيب المصري وطلع الجيش. اسوان طبعا ابتدى مع الرمادي الحقيقه عامل شغل بشكل جيد، صحيح، وماشي بشكل كويس، وفي النهايه طبعا الاسماعيلي وام بي وحرس الحدود، الفرق الثلاثه دول او الاسماعيلي وحرس ما كانوش يمكن حققوا مكسب لغايه الاسبوع الثامن، صحيح، اول مكسب. ماتش سيراميكا بكره سريعا جدا يا اشرف، مباراه ازاي وايه المطلوب من فرقتنا بكره؟ التركيز بشكل كبير. احمد سامي من متوقع تغييرات في الطريقه او في الاسماء؟ اعتقد انه مش هيغير بشكل كبير في الاسماء اللي كانت موجوده. في اسماء تتمنى تشوفها بكره؟ اتمنى انها تبدا بكره او تتوقع انها تبدا بكره؟ اعتقد ان ممكن يعني كريم فؤاد، احمد عبد القادر، شريف، يعني يمكن الثلاثه اللي قدام. اتمنى بس وجود قفشه، واتمنى الدعم لقفشه من البدايه، لان قفشه يعني مكان سافيو ولا جنب سافيو؟ مكان سافيو، مكان سافيو على قفشه. سافيو سافيو وقفشه ما يبتدوش مع بعض؟ لا، صعب جدا، انك بتخسر دور الاثنين، يعني انت ما عندك مشكله كبيره جدا في خط وسط ملعب النادي، يمكن في ضغط كبير جدا على السوليه وديانج او السوليه وحمدي فتحي، نتيجه ان الثالث ده ما بيبقاش ليه دور تماما، ما ينفعش ما يبقاش ليه دور دفاعي حتى ولو بسيط، أيوة. على الاقل التواجد في المنطقه دي. لا، اتمنى قفشه وتواجده امبارح بكره ان شاء الله. ما تلعبش ب 4-1-4-1 وتدي تكليفات دفاعيه اكتر للطرفين، لهاني والمعلول مثلا. انت يعني يساعدوا مع اللعيب اللي هيبقى في نص الملعب. شوف، على حسب اثبتت الطرق او كل المنتخبات وكل الانديه وكل الدوريات الفترات اللي فاتت انه انت محتاج تركيز كبير جدا جدا في الناحيه الدفاعيه. لو فاكر اتكلمنا سريعا ان مستر كولر من اهم مميزاته التنظيم الدفاعي، وبالتالي مهم جدا انك تشتغل على ده مع النواحي الهجوميه. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي الفتره الجايه، وان شاء الله دعم الجمهور مهم جدا جدا الفتره الجايه. انا قلت الكلمه دي قبل ماتش سموحه، بس للاسف عايده مره ثانيه، ماتش بكره مش ماتش 3 بونت،
ماتش بكره مهم، رساله مهمه جدا للجمهور، جمهور الاهلي مستني ماتش بكره عشان يطمن على فرقته ويهدى شويه من اللي جاي. ودور اللاعبين، دور اللاعبين طبعا، دور اللاعبين ودور كل المنظومه، لعيبه واداره وجهاز فني، وبالتاكيد جدا جمهور النادي الاهلي اللي ننتظر ونراهن. انا شخصيا اراهن على وعيه وعلى دعمه لفرقته. ما عندكش بديل وما عندكش حل غير انك انت تدعم فرقتك عشان تقف تاني وترجع احسن من الاول. بشكرك يا اشرف، بشكرك جدا، سعدتنا ونورتنا وشرفتنا، بشكرك جدا جدا وسعيد دايما بوجودي معاك، وكل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. شكرا ليكم على المتابعه، دايما نتقابل على كل خير في السادسه، تحياتي ليكم.